الرغبة بتحرك الناس. رغبة بتحركك للفلوس. للفلوس بتحركك للنفوذ. لكن لو الدنيا حاولت تقنعك ان اللي بتحبه مش من حقك، هتقف؟ هتقف ولا هتكمل؟ ولا لا، هو احنا مسألة الكاستنج هي كل ورق هو اللي بينادي اصحابه. يعني ادم وجميلة كان حالة، الخطيئة حالة مختلفة تماما. احنا اجتهدنا في ان احنا ندور في كل دور على مفاجأة، وهم مش اتنين بس اللي معايا من ادم وجميلة، لا هو تامر ومحمد، وفي استاذ احمد صيام واستاذ يوسف فوزي، في 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 مجموعه يعني من اللي كانوا موجودين في ادم وجميلة، ومش عشان حاجه غير انه الدور مناسب ليهم. كانت الفكره كلها في اختيارنا للادوار انه نخلي المشاهد ازاي يصدق. يعني كان اختياري لشريف او ريهام او شيري او ايهاب او محمد او تامر او اي حد موجود في العمل، كل واحد احنا مختارينه لهدف. شريف لانه هيقدر يديني اللي انا محتاجه منه كممثل في انه يوصل الحاله اللي انت بتتكلمي عليها. ريهام المفاجاه بتاعت انه انت مش متوقعه ده من ريهام. شيري لانه وشها بريء جدا، فلما بيحصل في نهايه المسلسل قلبه في الاحداث، فبتكتشفي انه من منكم بلا خطيئه، يعني انه كلنا عندنا خطيئه في حياتنا. تامر، محمد، ايهاب، يعني كل شخصيه اخترناها لاسباب. يعني ايهاب في حد ذاته كان مفاجاه، لانه برضه في سير الاحداث ايهاب يبدو شخصيه عاديه جدا وسخيفه الى اخره، بس ده تم استخدامه بشكل اخر في المسلسل. محمد لانه جاي من ادم وجميله، الناس شايفاه الشاب اللي قافل على نفسه، اللي كان عنده مشكله والى اخره، بشكل جديد تماما بيطلع متسلط وقوي وبيكره والى اخره. تامر العكس، تامر كان في ادم وجميله اناني والى اخره، هنا شخص مش اناني خالص، بيدور على حق اهله والى اخره.